طبعا السي مختار بان جمعيه حسنون دقين الجلود بان مرض السيدة ما بقاش واحد المرض اللي كيخلع، ما بقاش واحد المرض اللي خصنا نتخرح له. لكن ظروف الحياه الصعبه والقاسيه خلاتهم بقصد او غير قصد يستهلكوا المخدرات كوسيله للهروب من هذا الواقع في بعض الاحيان. وصفوا لهم شي في وكنشوفو بيهم شوفا ناصر بزاف وكنوصلوهم وكنهمشوهم واخا هما مغاربة فحالنا فحالهم. ويمكن أي واحد فينا يغلط غلطة بهم غلطة، ويمكن نكونو حنا بشكل مباشر أو لا بلا ما نردو البال سبب في الإدمان ديالهم، وحيت فيهم بزاف ديال الشبان والشابات. ممكن يكون فيهم خاك ولا أختك ولدك ولا بنتك جارك ولا جارتك. خصنا نعاونوهم ونشدو بيديهم حتى يتعالجوا ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. بركة 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 من التهميش والوصم والتمييز والإهانة والحرام. بركة من العقاب. بركة بركة من الإهانة والتمييز من الحضرة. أجل ندعمهم من أجل إدماجهم في المجتمع تحتها ندعم ولا نعاقب. اليوم صحافة وفاعلين إلى غير ذلك. قبل ما نجاوب على السؤال ونقول لك الدور ديال مجموعة الدعم الذاتي، غنعطيك غير واحد النقطة بسيطة على شنو هي المقاربة ديال الدعم الذاتي. بالنسبة للمقاربة ديال الدعم الذاتي فهي مقاربة جماعتية تشاركية. الهدف من هذه المقاربة هذه هو التوعية والتحسيس من الأخطار ديال الفيروسات اللي غادا نتكلموا عليهم اللي كيهمنا اليوم بشكل خاص اللي هو الفيراش، يعني والترافع على كل ما هو صحي وكل ما هو قانوني والنهوض بالقضية ديال المطلوب. هو عمل مهم في ربط الاتصال مع مساعدة المخدرات، ونحن نعلم جميعا ديال هذه المقاربة هناك ما يسمى ببرنامج تبادل الحقن PSE. برنامج تبادل الحقن كما تفضلتم في السؤال ديالكم انه طنجة كانت معروفة بتعاطي الحقن، كما ان هناك احياء كان يضرب بها المثل على مستوى طنجة، مثلا الحي ديال المصلى مثلا كنلقاو في المدينة القديمة ان كانت عندنا حقن اللي كيقول الحقن كيقول سهولة انتشار فيروس ديال السيدة. حنا اعتمدنا المقاربة ديال تبادل او برنامج تبادل الحقن واسترجاع الحقن المستعملة. كما قمنا وهذا شيء مهم من داخل الجمعية اننا دربنا متعدد المخدرات على شيئين مهمين، على الحقن باقل الاضرار واسترجاع الحقن المستعملة، إيمانا منا بأنه نحميو متعاطي المخدرات ونحميو كذلك المجتمع. بهذه الطريقة ديال تدريب توزيع الحقن المعقمة وتدريب متعاطي المخدرات على الحقن بأقل الأضرار، كذلك تدريبهم من خلال مجموعة الحصص على طرق انتقال الفيروس وطرق الوقاية منه، دون أن ننسى الأهمية ديال البرنامج الميثادون اللي المغرب انخرط فيه يعني منذ 2010. هاد العمليات كلها ساهمت ان الفيروس. شكرا سي حسين. دونك مازال مادام حنا في احتفائيه بهذا اليوم العالمي للمحور، دونك شنو الدور ديال الجمعيه في الوقايه ديال مصاعده المخدرات؟ العوز المناعي البشري لا يزال يمثل قضية رئيسية في مجال الصحة العامة، يؤثر على ملايين البشر في جميع أنحاء العالم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.